شيخي مناضل ناضل ناضل يا مناضل ناضل من أجل التسوية ناضل يا بن موسى ناضل أنا مناضل. كانت جي هاد الوقفة هادي بعد سلسلة من الوقفات اللي دامت 3 سنوات التي نطالب من خلالها بالنظر في وضعيتنا الاجتماعية. هؤلاء الذين أمامكم ما هم إلا ممثلين ديال التنسيقيات المحلية ديال هاد المدمجين هادو. هؤلاء أدمجوا في سن متقدمة بعدما كانوا يشتغلون في مجال التربية غير النظامية. شكون هي شنو هي التربية غير النظامية؟ برنامج تبنته الدولة لمحاربة الهدر المدرسي. فاشتغلنا يعني انخرطنا في هذا المسلسل هذا ودمجنا وحاربنا الهدر المدرسي لمدة ما يزيد على 16 سنة ومنا من قضى أكثر في يعني سنوات الشباب ديالو. لكن لما تم إدماجنا ودمجنا لم تحتسب لنا هذه السنوات التي اشتغلنا فيها وبالتالي الكثير منا تقاعد وحنا مقبلون على تقاعد أقل ما يمكن أن يقال عنه حقير. تقاعد حقير هزيل. نقدر نقول لكم حتى المبلغ كاين مع كاين اساتذه اللي خضوا 18000 ريال 26000 ريال 30000 ريال على ابعد تقدير، وهم يعني كيعانيوا من امراض مزمنه متقالين بالديون و الى اخره. الان تم واحد الاتفاق وقعته الحكومه مع النقابات الاكثر تمثيليه. جمعنا اليوم احنا امام وزاره التربيه الوطنيه للمطالبه في سنوات اللي اشتغلنا في التربيه غير النظاميه باش يضيفوها لنا للتقاعد ديالنا. حنا واحد الفئه اللي اشتغلت لسنوات في الاماكن البعيده من المغرب. حنا اللي ساعدنا الدوله على ادماج التلاميذ اللي كانوا اما ما كانوش كيقراوا ولا كانوا خارجين، كما التلاميذ اللي كانوا كيتعطاو الفئه اللي كانت مهمشه، وساعدناهم في الادماج سواء في التكوين سواء دخلوا الادماج في الاعدادي. اذا حنا اليوم كنتواجدوا اليوم باش نطالبوا اولا بهذه السنوات يضيفوها لنا في الاقدميه العامه ويضيفوها لنا بالتقاعد، وكنطلبوا المماثله على غرار اساتذه العارضيين اللي عطاوهم المماثله واللي احتسبوا لهم هذه السنوات. اذا كنتمنى وهذا مطلب ديالنا وهذا حق ديالنا اللي بغينا الوزارات التفت لهذه الفئه اللي ساهمت في ارجاع فئات كبيره ودمجاتها. وتحنا بغينا هذا الحق، هذا حق ديالنا اللي بغينا اللي ما غنتنازلوش عليه، نبقاو نجي ولو بقينا هنايا لسنوات. كنطلبوا من الوزاره باش تسرع وباش تعطينا الحق ديالنا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.